السلام عليكم. الاسم زاهر فتحي من وجدة. خويا هادي راه ماشي غير هنا في وجدة، هي في المغرب كامل، ولكن حنا ابناء المنطقة هاد وجدة عندنا هاد المشكل بواحد الحدة كبيرة. وكنهضر لك انا بالضبط على بعد هنا في هاد المنطقة هادي. واحد النهار كاميون دخل في واحد السيدة وقتلها الولد ديالها، على قاش ما عندهاش من تمشى. ها انت الا ضربت بالكاميرا هكا كتلقى مبلع. جات مسكينه دايره كيدور فيها الكاميون، قتلها البز ديالها. دونك مشات ماشي غير القهاوي، دابا كاين القهاوي، وواحد القهاوي معروفين كيجي، كتجي ديك الحمله واحد القايده ولا قايد ولا كيجي يدير ديك فطفط يجري يدير ديك الخلعه، ومن بعد كيولي وما كيمشيوش عند كل شيء. ونورمالمون خص هذا الشيء هذا ماشي غير دابا، راه بزاف ديال المناطق. وعندنا على الاخر طوموبيلات اللي كيوقفوا في التروتوار، كتلقاه واقف الطوموبيل ديالو. دونك بنادم الوجدي وعاد كيجيو ينعتونا باللي راه كنتمشاو في الكودرون. حيدوا لنا التروتوارات، خويو لنا التروتوار وغادي نتمشاو حتى حنايا بحالنا بحال عباد الله. كنشوف خص السلطات يديروا الخدمه ديالهم. هذا الشيء راه منسي هنا في وجده، ماشي غير راه حنا دروك في الطريق ديال سيدي يحيى، وكاين الا مشيت للطريق وسط المدينه كذلك ومثال. دخلت للمدينه حديث ولا حرج، زدت ما عارفين ما مشيت غادي تلقى هذا المشكل. هذا مشكل عويص خصو يدار. ونزيدك من الشعر بيتان، كاينين شي وحدين ماشي انه مبلعو، دار شباك ومبلع به، داير شباك. واحد البيت الشعري نتاع لقد سمعت لو ناديت حيا لكن لا حياه لمن تنادي، ونارا نفخت فيها اضاءت ولكنك تنفخ فينا في رمادي. هذا هو المسؤولين ديال هذه المنطقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.